الحكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريشة يقول لنا رأيه في الحالات التحكيمية في هذه المواجهة، مواجهة الزمالك والإسماعيلي. كابتن جهاد مساء الخير على حضرتك، مشرف ومنور. مساء الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك. المباراة النهاردة بالتأكيد فيها كثير من الحالات الجدلية، أكيد عند حضرتك الرأي ممكن يعني نقطع به كل الشكوك، اتفضل يا فندم. والله يا كريم احنا هنتكلم في لقطتين مهمين، الماتش كله اختزلناه كل الماتش في لقطتين مهمين. اللقطه الاولى في الدقيقه 20 الشوط الاول في شك في تسلل في الهجمه، وبعد كده الكره كملت ودخول باهمال من حازم امام مدافع النادي الزمالك مع مهاجم النادي الاسماعيلي رقم 20 في منطقه الجزاء. الاول انا شكيت ان الفار ما استدعاش الحكم على اساس ان في تسلل قبل كده، ما هو لو في تسلل ما فيش ركله جزاء. فمع مراجعه التسلل في نص الملعب ما فيش تسلل على لاعبي النادي الاسماعيلي، وبالتالي استمرت اللعبه وكان في دخول باهمال من حازم امام على مهاجم النادي الاسماعيلي، والاثنين ما لعبوش الكوره، يعني لا مهاجم الاسماعيلي لعب ولا مدافع الزمالك لعب، وبالتالي كانت ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي الاسماعيلي. في ركله الجزاء اللي بقى تم احتسابها في الشوط الثاني نادي الاسماعيلي دي دخول محمود علاء مع مهاجم الاسماعيلي الشامي، والكوره دورت انا في كل الاتجاهات وكل الزوايا اللي جات لنا في البث المباشر او عن طريق التلفزيون النقل الموجود، ما لقيتش لا اهمال لا دفع ولا مسك ولا اي عقوبه او اي خطا على لاعب نادي الزمالك عشان يتم احتساب ركله جزاء لنادي الاسماعيلي، وكانت ركله جزاء خاطئه تم احتساب نادي الاسماعيلي. الغريبه يا كريم في اللقطتين الاثنين احنا معانا فار. اللقطه الاولانيه ما فيش استدعاء من الحاكم الفار يقول لابراهيم ان فيه ركله جزاء ما تمش احتسابها، واللقطه الثانيه كان لازم في استدعاء من الفار برضه يقول لابراهيم ان ركله الجزاء اللي تم احتسابها للاسماعيلي غير صحيحه. هكلمك على ماتش ثاني، ده ماتش الاساسي بالنسبه لنا النهارده. ماتش ثاني سموحه وانبي النهارده كان فيه لقطات تحكيميه، ثلاث لقطات مهمين. اللقطه الاولى في الدقيقه 15 وركله الجزاء لانبي لم تحتسب، الكوره المهاجم لعب الكوره براسه والمدافع مطلع ايده بره جسمه واللمس يد واضحه جدا، المسافه في المعيار ده ما فيش مسافه بناخدها بعين الاعتبار، لكن الكره طالعه من راس المهاجم لايد المدافع اللي طالعه خارجه عن الجسم، وبالتالي ركله جزاء سهله لم تحتسب لنادي انبي. الحكم بعد كده في ركله جزاء لنادي انبي تم احتسابها وتم استدعاء الفار، طبعا اللقطه اللي بقول لك عليها دي ما تمش استدعاء الفار فيه، وبالتالي ركله جزاء لم يتم احتسابها لنادي انبي. في لقطه بقى ثانيه تم احتسابها في الدقيقه 80 تم احتسابها لنادي انبي ركله جزاء، وتم استدعائه من حكم الفار واستدعاء صحيح واللعبه ما فيش فيها ركله جزاء، وتم الغاء ركله الجزاء اللي احتسبها الحكم. اللقطه اللي بعد كده في ركله جزاء لانبي بقى في الدقيقه 88 ما تمش يعني ما حسبهاش الحكم في الملعب، تم استدعائه من حكم الفار برضه استدعاء صحيح، شافها الحكم في الفار واحتسبها لان ماسك متواصل من مدافع سموحه لمهاجم انبي، يعني نتكلم على ثلاث العاب مهمين جدا في المباراه، ركله جزاء لم تحتسب لانبي في الدقيقه 15 وكان ركله جزاء صحيحه، ركله جزاء لم تحتسب لانبي تم احتسابها، وركله جزاء احتسبت والغيت عن طريق الفار. وطلع احنا اخطانا خطا واحد وتم تصحيح خطأين في المباراه، وبالتالي برضه اخطاء مؤثره جدا على التحكيم في مباراه سموحه وانبي. مداخله حضرتك دي تقريبا بقى لها حوالي خمس او ست دقائق. خمس او ست دقائق في مباراتين بس، حضرتك قلت لي كم هائل من الاخطاء. دي حاجه انا وانا واقف دلوقتي انا سايب حضرتك تسترسل عشان اعد الوقت كمان. واسيب حضرتك تسترسل عشان ما اقطعش واحسب الوقت على كلامي. ده موضوع صعب قوي يا كابتن جاد. انا عايز لو عندك وقت ادخل لك ماتش غزل المحله كمان النهارده، غزل المحله كان ماتش مهم وطلائع الجيش. اتفضل. كان في لقطه ايجابيه ولقطه سلبيه. اللقطه الايجابيه الحكم لم في لعيبه غزل المحله يعني جريوا عليه اعتراضا على احتساب ركله الجزاء. الكره ملعوبه بالعرض، الاثنين لعيبه خبطت الكره في اثنين لعيبه، دي اللقطه عمرنا ما نشوفها التحكيم يعني. في ايدين اثنين لعيبه، ولكن قرار الحكم كان صحيح. اللمسه الاولى غير متعمده او الايد داخل الجسم، واللمسه الثانيه برضه من مدافع طلع الجيش دي داخل الجسم، وبالتالي لمستين يد غير متعمدين، وقرار الحكم كان صحيح. كان لعيبه المحله طلبت بركله الجزاء لكن قرار الحكم كان صحيح. اللقطه الثانيه بقى اللي هي الاسهل
لطلائع الجيش، وهو كان كسبان 1-0 ساعتها في الشوط الثاني، وكره سهله جدا، ركله جزاء سهله جدا، عباره عن اهمال رجل في رجل داخل منطقه الجزاء، والحكم كان قريب ويمكن قربه ده اللي ما خلاش يشوف التفاصيل، لكن عندنا برضه فار كان لازم يستدعي. اي نعم ركله جزاء مش مؤثره نتيجه المباراه، لان في الاخر طلع الجيش كسب 1-0، بس ده خطا في المباراه، ركله جزاء لم تحتسب لنادي طلائع الجيش. دي ملخص ثلاث مباريات النهارده في الدوري الممتاز. عايز تعلق بقى انا اسيبك التعليق. ما انا مش يعني انا مش قادر اعلق والله، عارف الحاجات دي اللي بيتقال عليها بعدها لا تعليق، يعني انا بقول لحضرتك كميه الاخطاء دي حاجه تزعل يا كابتن جاد. احنا مقتنعين ان حكامنا بخير وحكامنا محترمين وحكامنا رائعين وكل شيء، بس كميه الاخطاء الكتيره دي في اسابيع متقاربه جدا، لا في مشكله. طب المشكله دي هنتخطاها ازاي بسرعه يا كابتن جاد؟ والله يا استاذ كريم انا عايز اقول بس احنا حكامنا بخير زي حضرتك بتقول، بس احنا عايزين الناس تفوق شويه، يعني الناس تركز شويه، الناس تهتم شويه. اي نعم انا مقدر طبعا حكام في الملعب، احنا مقدرين الضغوط اللي عليهم والكلام الكتير على التحكيم. لا كابتن جهاد، انا لو تسمح والله ليس تقليل، انا بحترم جدا فعلا حكامنا، وانا عارف انه عندنا حكام كتير حكام كبار، بس كلمه الضغوط دي برضو بصراحه كابتن جهاد، حضرتك كنت بتلعب وانت في جماهير في الملعب بالاستاد مليان، حكامنا السابقين كانوا بيلعبوا والاستاد مليان، هنا افهم الضغوط، لكن برضو معلش يعني هم الحكام مضغوطين ليه؟ يعني ايه المشكله يعني؟ عشان الكلام بيتكتب على السوشيال ميديا وبيانات الكلام ده. انا بحاول التمس عذر لا بتحاول يا كابتن جهاد، عشان انت راجل ذوق ومهذب، بتحاول تدور لهم على مبرر، بس هو بصراحه الموضوع كده بيوسع قوي بيوسع. هي الدنيا صعبه، هي انا الكلام ممتاز للامانه، بعترف ان الدنيا صعبه، اتمنى التوفيق للجميع. انت عارف لما نخرج دلوقتي الغريب دلوقتي لما نخرج بمباراه مفيش فيها اخطاء، يعني بنحمد ربنا ان الماتش خرج من غير اخطاء ومفيش اخطاء من التحكيم مؤثره، وده ده ده غير طبيعي. الطبيعي انت تقعد 4-5 اسابيع تلاقي ماتش فيه مشكله. انت عارف اللي ملخبطني ومجنني يعني، انه الكلام ده طبعا طول حياتنا فيه اخطاء، وطول حياتنا الناس بتنتقد التحكيم وطول حياتنا، بس الاخطاء زادت جدا في وجود فار. يعني انت المفروض في وجود الفار ده بقى احنا بنقلل الاخطاء، طب الاخطاء بتزيد ليه يا جماعه في وجود الفار؟ ما بفهمش انا بقى، يعني بيبقى في حاجات غريبه. وعلى فكره شوف انا سيب حضرتك تتكلم على كل الانديه عشان الناس ما تقولش مثلا ايه هم متضايقين عشان كان في خطا لصالح مين او ضد مين. النهارده في كل المباريات حضرتك بتقول في اخطاء، المباريات الماضيه في اخطاء، في مباراه الاهلي في اخطاء، الزمالك، غزل المحله، اي مباراه فيها اخطاء، واخطاء مؤثره جدا ممكن تاثر على مشوار فريق قد يهبط، وفي او ممكن تاثر على فريق ينافس على الصداره او ينافس على البطوله، فده حرام بصراحة يعني. لا 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 ده حرام، ده حرام يعني. احنا عايزين نشتغل فعلا، التحكيم محتاج شغل كتير يا كريم، ومحتاجين الدنيا يعني يتم التصحيح وبسرعة، لأن اللي بيحصل ده على فكرة أنا بعد التوقف الدولي ما عندكش وقت، الدوري هيستمر للنهاية مرة واحدة، فبالمنظر ده داخلين لمشكلة كبيرة، خلي بالك مشكلة كبيرة. ربنا يستر ربنا يستر. كابتن كبير كابتن جهاد جريشة حكمنا الدولي السابق وخبيرنا التحكيمي الكبير، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.